وللمزيد مرة أخرى معنا من أمام مستشفى الجامعي محمد السادس من مراكش مراسلنا يوسف البقالي. يوسف، لا يزال السؤال الأكبر حول الواقع الإنساني والإغاثي في المغرب حتى الآن، الآلاف لا يزالوا في العراء. ما هي المعلومات الجديدة لديك يوسف؟ نحن نتواجد الآن أو ما نزال نتواجد داخل المستشفى محمد السادس الاستعجالي هنا في مراكش. ربما الكاميرا لا تلتقط الصوت الذي أسمعه الآن، رجل يصرخ داخل المستعجلات، هو أحد ضحايا الزلزال. ما تزال طبعا فرق الإنقاذ تعمل على قدم وساق منذ دخولنا إلى باحة المستشفى. وصلت إلى الباحة وخرجت من المستشفى أقول عشرات سيارات الإسعاف تنقل المرضى أو تحمل المرضى الذين كانوا يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات لا يعني أقل، لا يحتاجون فيها إلى العناية المركزة. المشهد هنا فعلا مؤلم جدا. مجموعة الذين تشاهدونهم خلفي أغلبهم من عوائل المصابين، بعضهم أقرباؤهم في صالات العناية المركزة بين الحياة والموت بسبب إصابات خطيرة على مستوى الرأس، بسبب كسور خطيرة في مستوى الرقبة والظهر. الأطقم الطبية هنا يسارعون الوقت، ومنذ ليلة أمس وهم يسابقون الزمن، يسابقون الجهود لإنقاذ الضحايا أكبر قدر ممكن من الضحايا. اسمح لي أن أستضيف معي كريم بركان، هو أمين بركان عفوا، هو ممرض في العلاجات الاستعجالية داخل مستشفى محمد السادس هنا في مدينة مراكش. أمين، حدثنا عن كيف عشتم ليلة أمس أنتم كأطقم طبية وتمريضية، وما تزالون حسب ما نعاين الآن تعيشون عشرات الوافدين، عشرات يدخلون ويخرجون إلى المستشفى؟ صراحة هاد الأيام ابتداء من الساعات الأولى ديال الزلزال بالأمس كانت هناك واحد العدد هائل ديال المرضى، سواء من مدينة مراكش أو من المدن المجاورة. كما كتشوفوا أن على رأس كل 10 دقائق نرى حالات تأتي من مناطق بعيدة بحكم أن الطرق كانت مسدودة. الآن فتحت الطرق ولله الحمد في بعض الدواوير، وسارعت إليها سيارات الإسعاف من أجل نقلها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس وباقي المستشفيات كالمستشفى العسكري والمستشفيات الجهوية والإقليمية بجهة مراكش أسفي. أمين، هل يمكن أن تقربنا أكثر من الوضع؟ بعض الأرقام الوضع لحد الساعة أنهم كاينين حالات خطيرة إلى متفاوتة الخطورة، حالات متوسطة، حالات طفيفة. الحمد لله أطقم طبية وتمريضية قائمة بالواجب، أيضا معنا متطوعون من جميع مدارس العمومية والخاصة لتكوين الممرضين والممرضات، معنا أطباء داخليين وخارجيين. حالات الحرجة للأسف في تزايد، كنلاحظوا أن الحالات الحرجة كتجي واحد الحالات متفاوتة الخطورة وكتصبح حالات حرجة كتستدعي الإنعاش. حتى الساعة أسرة الإنعاش حتى الساعة أسرة الإنعاش مكتملة كاملة مجملة، على حسب كاين 30 سرير بجل مصالح، وهناك أيضا أسرة خاصة بإنعاش المستعجلات اللي هو عبارة عن مصلحة لتهيئة المريض للذهاب إلى الإنعاش الجراحي أو الإنعاش الطبي. العمليات الجراحية لحد الساعة باقيين عمليات جراحية لم تكتمل. أطباء منذ 3 ساعات 4 ساعات منذ انطلاقة الزلزال إلى حد الساعة هناك عمليات جراحية داخل مركب الجراحي. مرضى نسألهم الدعاء من جميع المغاربة والعرب أنهم يدعمونا ولو أنهم بالدعاء، لأن هاد الحالة اللي تنعيشو صراحة هي واحد الحالة صعيبة شوية، ما لم نعيشها من قبل.
لم نعيشها بخصوص في هذه المنطقة اللي هي داخل المغرب، ولم تشهد يوما زلزالا من قبل. والحمد لله. أمين، نشكرك على تواجدك معنا وأيضا على الأدوار الكبيرة التي تقوم بها أنت والزملاء.